لعبة محاكاة رياضة كرة السلة من EA. Shall we begin? هذه أحدث لعبة كرة سلة وتعتبر معتمدة رسمياً من اتحاد كرة السلة الأمريكي NBA. وصار فيها تطورات كثيرة عن الأجزاء اللي قبل من ناحية الرسوم والمحتوى والتحكم. الرسوم صارت أفضل بكثير من أول بحيث صار أشكال لاعبين أكثر واقعية وراح يبين لهم التعب والإرهاق في المباراة. وحركاتهم وتصرفاتهم تمثلهم في الواقع ويتعرضون للإصابات. واللعبة في أطوار متنوعة، بعضها جديد وبعضها قديم بس تم تطويره، مثل طور ماي كارير وهو طور يخليك تصنع لك لاعب من الصفر وبعدها تلعب القصة وتكون مليانة أحداث وحوارات متنوعة، وطور ماي ليك وأيضا ماي جي ام وهي تقدر تصير مدير الفريق وتديره من ناحية اختيار اللاعبين وتحديد رواتبهم، أو تقدر تسوي دوري خاص فيك وتحقق بطولات، وطور ماي تيم وفيه تقدر تكون فريق أحلامك الخاص المكون من لاعبين محترفين عن طريق تجميع بطاقات لهم تكون فيها أساطير من الماضي والحاضر، وبعدها تقدر تلعب فريق أحلامك في باقي الأطوار الأونلاين والأوفلاين. لعبة NBA 2K18 متوفرة بموقع جرير بالرابط بيظهر بالشريط أمامك أو في الديسكريبشن. شكرا متابعة، مع السلامة.